يا الله يا الله علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل رأيت أحدا في حياتك يوقد نارا عظيمة لمدة 3 أيام ثم بعد ذلك يلقي ابنه فيها؟ طبعا لا يوجد. طيب استمع إلى هذا الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، يعني هذا الرجل يضم ابنه إليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أترحمه؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. انتهى كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الله تعالى أرحم من أن يلقيك أنت في النار، الله أرحم من ذلك. فكيف تتعامل مع هذه الرحمة؟ كيف تتعامل مع الله إذا رحمك؟ وهذا سؤال مهم جدا يجب أن نعرف إجابته، ولكن قبل ذلك يجب أن نسأل أنفسنا: كيف نحصل على رحمة الله؟ أبشر أخي الكريم، أبشري أختي الكريمة، الحصول على رحمة الله سهل يسير، فإن الله تعالى وسعت رحمته كل شيء، وأما غضبه فلم يسع كل شيء، لأنه هو الذي قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا الذي يليق بشأن أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين. يا الله يا الله. كل من رحمك من أهلك وأحبابك فالله تعالى قد رحمك أكثر منهم، أصلا هو الذي أرسلهم إليك رحمة بك. ولو جمعت رحمات الخلق جميعا التي وصلت إليك في حياتك كلها لكانت رحمة الله بك أكثر وأوسع، ولن يفوق أحد رحمة ربي سبحانه أبدا. ولا يمكن للواصفين أن يعبروا عن جزء يسير من رحمة الله التي نشرها في أرجاء مملكته سبحانه. ولهذا فهو سبحانه قد رفع شأن رحمته في عين الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. الله أكبر، لاحظ كيف أنه جعل هذا الكتاب عنده فوق العرش، وقد كان يمكنه أن يضعه في السماء الدنيا أو على رأس جبل من الجبال، لكنه لم يفعل، بل جعله عنده تشريفا وتعظيما لشأن الرحمة. فلماذا تيأس من رحمة الله؟ لماذا؟ إذا كانت رحمة الله قد وسعت كل شيء فكيف لا تسعك أنت؟ وسعت من هو شر منك، قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بعبد، مع هذا وسعته رحمة الله. وأنت ما قتلت أحدا فكيف لا يرحمك؟ الكون كله من أوله إلى آخره مملوء برحمة الله، كامتلاء البحر بالماء وكامتلاء الجو بالهواء. فقل ما شئت عن رحمة الله فهو فوق ما تقول، وبعدها تصور ما شئت عن رحمة الله فإنها فوق ذلك. قد يقول قائل: طيب كيف أحصل عليها؟ كيف أحصل على هذه الرحمة؟ إنه ليس بينك وبين رحمة الله إلا أن تطلبها منه، وهو سيعطيك إياها، لأنه هو وحده الذي يملكها. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك، وهو سيكون لك عند حسن ظنك، سيفعله لك. يعني أي شيء يحبه، نعم أي شيء تحبه، تظن بالله أنه سيرحمك يرحمك، تظن أنه سيعتقك من النار يعتقك من النار، تظن أنه سيدخلك الفردوس الأعلى
يدخلك الفردوس الأعلى، لا توجد أي مشكلة، الأمر أبسط مما تتصور. هذا ليس كلامي، هذا كلامه هو سبحانه، هو الذي قال ذلك عن نفسه. وإلا أنا ما الذي يدريني عن كل هذا؟ يعني استمع إليه سبحانه وهو يقول ذلك بنفسه في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه، إذ يقول: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه. سبحانه. وليست المسألة احتمال، يعني ربما يستجيب لي، لا، يقين تام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أصلا إذا فعلت ذلك أعطاك أكثر مما ترجوه وتريده منه، لكن بشرط أن يكون رجاء وليس أماني. ما الفرق بين الرجاء والأماني؟ الرجاء معه عمل، أرجو رحمته مع امتثالي لأوامره، أما الأماني فهي ظنون بلا امتثال الأوامر ولا شيء. ومن رحمته سبحانه أنك تحس بهذه الرحمة وهي تضمك وتغمرك، فشعورك أصلا بوجودها رحمة بحد ذاته. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلنا أمل كبير بالله أن يرى الخلق منه يوم القيامة رحمة لم تخطر لهم على بال، من العفو والمغفرة والرحمة والغض عن بعض الهفوات والزلات. إن الخلق يعقدون آمالا كبيرة على ذلك، وبالطبع عليهم أن يعملهم أيضا لكي يحصل لهم ذلك. وهذا هو الشرط الذي اشترطه الله تعالى عندما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طبق الشروط وأبشر بالرحمة. أما إذا كان الإنسان بعد هذه الرحمات والأبواب المفتحة إلى الآن وهو إلى هذه اللحظة يصر على المعصية وعدم الدخول في هذا الباب العظيم من الرحمة، بعد هذا كله خسر رحمة الله التي تبدل السيئات إلى حسنات، وخسر رحمة الله التي وسعت كل شيء ولم تسعه هو. هذا فعلا لا يستحق أن يرحم. بعد كل هذا ماذا يريد أكثر من هذا الكرم؟ ماذا يريد؟ فإن قلت لي: كيف أقترب من رحمة الله؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا وصلت إلى مرحلة ترحم فيها الناس وتعطف عليهم فرحمة الله فعلا ستكون قريبة منك، وليست قريبة فقط بل قريبة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا لم يفعل الإنسان ذلك فلن يرحم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هذه هي رحمته، وهكذا يجب أن نتعامل نحن معها. ختاما أرجوكم، نود فعلا أن نجتمع نحن وإياكم جميعا تحت رحمته يوم القيامة، فلنتعاهد الآن على أن نسعى قدر الإمكان في هذه الحياة الدنيا على تحصيل تلك الرحمة، لنلتقي بإذن الله معكم في جنات ونهر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا الله.